السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه النشرة الأخبار الاقتصادية من قناة الشروق، أبدأها بالعناوين. بيلاروسيا تتعهد باستئناف المشاريع المتوقفة بالخرطوم وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وفد سعودي بالخرطوم خلال الأيام المقبلة لمناقشة قرار إيقاف صادر الماشية. خبراء اقتصاديون يدعون لتنسيق إقليمي ودولي لدعم السودان. أهلا بكم مشاهدينا. تعهدت بيلاروسيا باستئناف المشاريع المتوقفة بالسودان وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فيما دعا والي الخرطوم أحمد عبدون حماد إلى تعزيز العلاقات مع بيلاروسيا وتفعيل اتفاقيات البنى التحتية ونقل وتدوير النفايات والطاقات البديلة والإنتاج الحيواني والزراعي. جاء ذلك خلال لقائه مع سفير بيلاروسيا بالخرطوم سيرجي لينانيدو، الذي أكد استعداد بلاده لتطوير العلاقات ورعاية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين ودعم العلاقات بين مدينة مينسك والخرطوم ومعاودة تنفيذ المشروعات المتوقفة في الخرطوم. كشفت غرفة مصدري اللحوم والماشية في السودان عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لمناقشة تداعيات حظر صادر الماشية على خلفية ظهور حالات محدودة من مرض حمى الوادي المتصدع في بعض الولايات، لافتة إلى زيارة مرتقبة لوفد سعودي للخرطوم خلال أيام لمناقشة عدة قضايا تشمل أزمة صادر الماشية. وقال رئيس الشعبة خالد المقبول إن لقاء رئيس الوزراء يأتي ضمن لقاءات عدة مع جهات تنفيذية لمناقشة القرار وأثره على الاقتصاد الوطني. أعلنت الشركة القابضة للمسالخ عن تصدير شحنة من اللحوم إلى المملكة العربية السعودية من مسلخ الكدر الجديد خلال نوفمبر الحالي، وذلك بعد مراجعة وإجازة الجودة للمواصفات السعودية. وكشف مدير التسويق بالشركة مجدي زكريا عن ترتيبات لتصدير لحوم عجول إلى مصر يوم الثلاثاء بواقع 300 رأس، وقال إن الإنتاج المحلي للمسلخ يبلغ 100 رأس من الضأن و165 رأس من العجول في اليوم، مؤكدا أن المسلخ يعمل بكفاءة عالية منذ افتتاحه في شهر سبتمبر الماضي. كشف مدير إدارة التجارة ونقطة الجزيرة التجارية عن وجود جملة من الصعوبات التي تواجه استقرار حصة الولاية من دقيق المخابز يتم العمل على مواجهتها. وأكدت هدى عباس التزام إدارتها بالعمل بنظام المخزن الموحد للدقيق، وذلك لتعزيز الرقابة على السلع المدعومة وضمان العدالة في التوزيع. وأعلنت مديرة إدارة التجارة عن توزيع حصة من الدقيق للمخابز تكفي 70% من حاجة الولاية، لافتة إلى ترتيبات جارية لإحداث تحول كبير في ملف دقيق الخبز بالتنسيق مع وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الصناعة والتجارة الاتحادية خلال الفترة القادمة. انطلقت بمدينة الجضارف عمليات السفلتة وصيانة الطرق لأكثر من 10 كيلومترات من الطرق الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ خطة تنموية تهدف للارتقاء بمحور الطرق في أعقاب التشوهات الكبيرة التي أحدثتها الأعمال الميدانية للشبكة الداخلية للمياه. وقال والي الجضارف المكلف نصر الدين عبد القيوم إن هذا العمل سيستمر حتى اكتمال عمليات إعادة السفلتة لمعظم طرق الولاية، مشيرا إلى انتقالهم إلى سفلتة عدد من الطرق الداخلية بمحلية الفاو إنفاذا لخطة الولاية التنموية. ضربت البداية لسفلتة الطرق الداخلية ببلدية القضارف. يمكن نحن مستهدفين حوالي 12 كيلو لسفلة الطرق الداخلية. حددنا أولوياتنا وحددنا أسبغيات لهذا العمل. العمل ده بتقوم بهيئة الطرق التابعة للولاية. كل مستلزمات هذا المشروع إن شاء الله هي جاهزة ومتوفرة بالولاية. هنالك يمكن إضافة لسفلة يمكن مواقف المواصلات، عدد 2 موقف إن شاء الله إضافة 12 كيلو، بالإضافة لصيانة كل الحفر الموجودة إن شاء الله داخل البلدية بإذن الله تعالى. وقف وفد من البنك الافريقي للتنمية على النتائج الميدانية لمشروع توطين زراعة بذور محصولي الذرة والدخن، والذي تنفذه هيئة البحوث الزراعية بولاية الجضارف بتمويل من البنك الافريقي، حيث يستهدف المشروع الاكتفاء الذاتي للدول الافريقية من بذور الاساس والبذور المحسنة.
البحث المستمر عن إنتاج حلول لتطوير العملية الزراعية لا ينفك يتواصل. محطة بحوث القضارف وبتمويل من البنك الإفريقي للتنمية تنفذ برنامج لإنتاج التقاوي لمحصولي الذرة والدخن، مستخدمين في ذلك تقنيات زراعية متطورة. البرنامج بيسمى يعني برنامج نغل التغانة في أفريقيا. البرنامج ده بيعنى بأنه ينقل كل التغانات لصغار المزارعين وكبار المزارعين، وأهم التغانات والشيء الأساسي اللي بيبنوا عليه في التغانات هو البذرة. لذلك البرنامج بيعنى بإنتاج التقاوي للمحاصيل المحصولية الذرة والدخن، لأنه البرنامج ده خاص بمحصولية الذرة والدخن. هذا المشروع يدعم إنتاج التقاوي الأساس ثم تقاوي معتمدة لكي نوفر للمزارع تقاوي جيدة، لأنه توفير التقاوي جيدة يعني رفع الإنتاجية والإنتاج وكذلك زيادة دخل المزارع وفوق كل هذا وذاك وتحقيق للأمن الغذائي. إنتاج البذور يعتبر من أهم مراحل التحول نحو التقنيات الزراعية، باعتبار البذور الجيدة هي أساس الإنتاج. وعلى الرغم من اختيار منطقة توصف أمطارها بالحدية، إلا أن استخدام تقنة حصاد المياه وطريقة الزراعة قد أحدث فارقا على مستوى الإنتاج والإنتاجية. المنطقة دي هي منطقة شمالية وأمطار حدية، وتوفير البذرة اللي بتناسب البيئة تعتبر مهمة جدا جدا. عشان كده استخدمنا اللي هو الصنف أرفع قدمك 8، وهو مجاز من قبل هيئة البحوث الزراعية وبتناسب البيئة دي. يعني لو لاحظنا رغم شح الأمطار في السنة دي اللي هي نعتبرها في حدود 400 ملي، وحتى التوزيع كان ما متجانس، الكثافة الأمطار يعني ما جاتنا مطر أكثر من 30 ملي، بنلاحظ أنه في نجاح يعني كبير. البعثة التقييمية لبنك التنمية الإفريقي أبدت ارتياحا كبيرا بالنتائج المحققة والتي خدمت أغراضها في توطين البذور المحسنة للدول الأفريقية. وقفنا ميدانيا على تجربة إنتاج التقاوي المحسنة وفقا للبرنامج الممول من بنك التنمية الأفريقي، وكانت النتائج جيدة، وهو ما يعتبر النجاح للتجربة ويشجع على التوسع فيها في عدد من البلدان الأفريقية. عمليات البحث والتطوير المستمرة وعلى مدى 10 سنوات هنا بولاية القضارف أحدثت تحولا موجبا في العملية الزراعية كان أثرها ظاهرا في الزيادة الرأسية للإنتاج والإنتاجية. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. أعلنت إدارة مكافحة التهريب التابعة لهيئة الجمارك بولاية نهر النيل أنها ضبطت كريمات مخبأة بأحد المنازل في ضواحي مدينة بربر بالولاية كانت في طريقها للتوزيع للأسواق المحلية، تقدر قيمتها بما يفوق 45 مليون جنيه. وأوضح مدير إدارة مكافحة التهريب بمدينة عنبرة طارق عبد المجيد أن الضبطية عبارة عن 50 طردا كبيرا من مستحضرات التجميل بدون أوراق رسمية وغير مستوفية للشروط الصحية والقياسية، وأفاد أن العملية تتمت بتوافر معلومات دقيقة وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. أكد المدير الزراعي لمحلية العباسية بجنوب كردفان حسام موسى أن عملية الصادر تسير بصورة جيدة، وتوقع إنتاجية عالية للمحاصيل الزراعية ضمن عملية الحزم التقنية للمشاريع الزراعية، ولفت لجهود انسياب الوقود وتسهيل التمويل من البنك الزراعي، كما أشار إلى أن المساحة المزروعة هذا العام تقدر بمليون فدان بمحلية العباسية. المساحات المستهدفة للموسم الزراعي كانت هي مساحتنا أساسا هي 450 ألف فدان داخل التخطيط و 510 ألف فدان خارج التخطيط. جملة المساحات 960 ألف فدان هي مساحة العباسية الصالحة للزراعة. كمية الوقود اللي احنا طلبناها من الوزارة المفروض كانت تصلنا اللي هي 1,500,000 ألف جالون، لكن الكمية اللي صدقت كانت 540 ألف جالون، وصلتنا منها في العباسية 200 ألف جالون، وفي القطاع الشرقي للمشاريع اللي هي كانت في كميات من الوقود يمكن جات للرواد اللي هي بتعادل لها 119 ألف جالون.
ومن جانبه ثمن المدير التنفيذي لمحلية العباسية بجنوب كردفان عوض علي المجهودات الحكومية بالتعاون مع لجنة إنجاح الموسم الزراعي لتجويد الأداء وزيادة المساحات المزروعة. الإدارة تطلق للجانب الأمني منعا للاحتكاك بين الرعاة والمزارعين. نحن في لجنة الأمن لا نسمح بأي تعدي على المزارعين، لأن نعتبر هذا المحصول هو محصول قومي استراتيجي، فلذلك بتنعقد لجنة الأمن كل ثلاثة وتناقش من ضمن أجندتها تأمين الموسم الزراعي، وقد حضر هذا الاجتماع عدد كبير من المزارعين، وذلك للوقوف على آرائهم منعا للاحتكاك. وكما أحب أن أذكر أن لنا قوة متواجدة من أخواننا في الشرطة وأخواننا في الاستخبارات، هذه القوة بترتكز على النطاق المحلية، تقوم بالتغطية الشاملة لكل الزراعة. تتابعون في هذه النشرة أيضا انخفاض الذهب مع دفعة من محادثات التجارة للأصول المرتفعة المخاطر. أهلا بكم مشاهدينا من جديد وإلى جولة في أخبار المال والأعمال. تراجعت أسعار النفط اليوم مع قيام متعاملين بالبيع لجني الأرباح قبيل بيانات اقتصادية أوروبية وأمريكية جديدة. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 16 سنتا إلى 61 دولار و53 سنتا للبرميل، بينما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر 16 سنتا أيضا إلى ما يقارب 56 دولارا للبرميل. تراجعت أسعار الذهب اليوم فيما عززت مؤشرات على إحراز تقدم نحو إبرام اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وبيانات قوية للوظائف بالولايات المتحدة شهية المستثمرين للمخاطرة مما يضغط على المعدن الأصفر. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1511 دولار و42 سنتا للأوقية الواحدة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1% إلى 1513 دولار و90 سنتا. تراجع اليورو في ظل ترقب المستثمرين لأول كلمة تلقيها كريستين لاغارد كرئيس للبنك المركزي الأوروبي، لكن آمالا بأن الولايات المتحدة قد تحبذ عدم فرض رسوم جمركية على واردات السيارات أبقت عليه قرب أعلى مستويات في أسابيع، فيما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 12 أسبوعا عند 7.2 مقابل الدولار في السوق الخارجية. ختام هذه النشرة أذكركم بعناوينها: بيلاروسيا تتعهد باستئناف المشاريع المتوقفة بالخرطوم وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وفد سعودي بالخرطوم خلال الأيام المقبلة لمناقشة قرار إيقاف صادر الماشية. خبراء اقتصاديون يدعون لتنسيق إقليمي ودولي لدعم السودان. انتهت هذه النشرة، قدمتها لكم مشاهدينا من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. إلى اللقاء.